يختتم السوق الإماراتي في مدينة شينغداو الصينية غدا فعالياته وذلك ضمن مهرجان الصداقة الإماراتية الصينية الذي يأتي احتفاء بالذكرى الأربعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وكان السوق الإماراتي قد قدم للجمهور الصيني باقه متنوعه من المنتجات والفنون الاماراتيه الى جانب معرض خاص وثق مسيره العلاقات بين البلدين. هذا وما يزال مهرجان الصداقه الاماراتي الصيني يسجل اقبالا كبيرا من الزوار منذ انطلاقه. حيث توافدت أعداد غفيرة من الجمهور الصيني والعالمي للتعرف على ثقافة الشعب الإماراتي وتراثهم الغني وكان مهرجان الصداقة الإماراتي الصيني قد انطلق أمس في محافظة شينغداو الصينية احتفاء بمرور أربعين عاما على تأسيس العلاقات الثنائية بين البلدين